لمزيد من النقاش ينضم إلينا دكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات. مرحبا بك سيد فرحات معنا. يعني كانت خطوة متوقعة إلى حد ما بعد سقوط الصاروخ في بولندا من أن يتم تعزيز بولندا بأنظمة دفاع جوي أكثر تطورا من الجانب الغربي، لكن الدفع بأنظمة باتريوت تحديدا كيف تقرأه يا دكتور؟ نعم، مساء الخير أستاذة دينا أولا وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة هناك أكثر من عامل يمكن في إطاره أو في سياقه فهم هذا القرار من جانب ألمانيا. أولا هناك يعني التوجه الجديد لدى ألمانيا بأن تلعب دورا أكبر داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الجماعة الأوروبية بشكل عام فيما يتعلق بدورها العسكري، بمعنى أنها تتجه بعد الحرب الروسية الأوكرانية بدأت يعني تتجه بشكل واضح إلى إعادة النظر في إرث مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في اتجاه أن تلعب دور أكبر في المجال العسكري وأن تطلع بدور أكبر في حماية الأمن الأوروبي. كان هذا واضح من خلال القرار الذي تلا بدء الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري وإعلان ميزانيات عسكرية ضخمة لهذا البند. فبالتالي هذا القرار الألماني بمد بولندا أو تسليح بولندا بأنظمة دفاعية متقدمة هو جزء من هذا الدور الألماني الجديد داخل السياق الأوروبي. العامل الثاني، هناك اتفاق بين ألمانيا وبين عدد من دول أوروبا الشرقية يعرف باتفاق التسليح الدائري أو التبادل الدائري، وهذا يقصد به أن تقوم دول أوروبا الشرقية التي تمتلك أنظمة تسليح سوفيتية سابقة بنقلها إلى أوكرانيا، ثم تقوم بعد ذلك ألمانيا بمد هذه الدول بأسلحة متقدمة. فبالتالي هذه المسألة أصبحت أكثر أهمية بعد يعني سقوط صاروخين داخل بولندا. صحيح أنه لم يقطع بأن روسيا هي التي يعني مسؤولة عن إسقاط أو إطلاق هذين الصاروخين، لكن في نفس الوقت هذه المسألة أو تسليح بولندا أصبحت مسألة أكثر أهمية بعد هذه الحادثة، خاصة أن هناك توتر بين روسيا وبولندا، لأن روسيا تنظر إلى بولندا باعتبار أنها القناة الأساسية أو البوابة الأساسية لتسليح أوكرانيا، وبالتالي ظهرت تقارير وحرب يعني ما كلامية بين روسيا وبولندا فيما يتعلق بالدور كل دور بولندا في دعم أوكرانيا عسكريا، وبالتالي تزايدت الاحتمالات لدى يعني نخبة داخل بولندا بأن بولندا لم تعد بعيدة تماما عن أي هجوم محتمل آخر من جانب روسيا، أو أنه إذا تم توسيع الحرب في أوكرانيا فإن بولندا ستكون محطة تالية.